مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم صريح جدا. ما هي الوجهة البحرية التي يفضلها الجزائري لقضاء فصل الصيف؟ تابعوا معنا وشوفوا واش كانت آرائهم. الجي بلاج من ذاك جهة تيبازا، من ذاك زموري. زموري الفيقي. مازال جوسكا متنو مازال ما ديسيديتش وين نروح. الدراري مازال ما كيما نقولوا مازال ما في الدار. مازال ما ديتهمش البحر. بلادنا انا جهه الشرق اختي، الشرق من جيجل وروح، هذوك هما البلايص نقيين وشابين، هنايا ما درنا والو. صح، واش من بلاج اللي موالف تروح ليها؟ واش من بلاج هنا في الجزائر؟ بلاج اللي تروح ليها اصحابك ولا وحدك؟ كل مره كيفاش يا اختي؟ والله ماشي بروغرام تاع كل يوم بلاصه هكذا، كل يوم مره كيفاش؟ جهة تيبازا. نورمال ما ستي بروغرام يروح الجيجل هذا العام ان شاء الله. واش البحر تحبوا كاين ازيور بلاج هايله وهذيك. انا بالنسبه لي العطله الصيفيه توجو راح تكون في البحر بيان سيغ، ما راح تكون في المناطق يعني اللي تكون حاره بزاف. نضلني نروح انا غير هنا تيبازا منا لاخاطش انا من بليده، مي السناني حاب نروح ندور في الغرب لاخاطش قالوا لي وهران صدغانم قالوا لي بلي ملاح، راني حاب نروح نزورهم ونشوفهم. الشاطئ اللي تحبوا بزاف هنا في الجزائر؟ نحب تروازيلو تاتي بازا هايل، وكاين بزاف شواطئ ملاح، كاين كيما تاع خلوفي، كاين بزاف شواطئ ملاح، وكاين شواطئ عائليه اللي شغل تقدر تقعد فيها مع عائلتك يعني محترمين، وكاين شواطئ اللي ما يتحملوش. تا واش نقولوا ان شاء الله برك نروحوا هذا ما كان. بون هذا العام مش كيما لي زاني باسي، العام الجاي عندي الباك سماح من بعد شويه، انا ان شاء الله بربي لتونس 10 ايام ولا نعاودوا للوسيبي. شنو اكثر شاطئ تحبوا هنا في الجزائر؟ كاين لا بلاج بلو بزاف شباب وطروازيلو، هادو ما كاش ما من بعدوش بزاف حنايا غير. اسنا بلق عنابة ان شاء الله بربي. عنابة؟ ايه. وشنو هو أكثر شاطئ تحبوا هنايا؟ أكثر شاطئ نحبوه شو عندك تيبازا، لا بلاج بلو منهم بلق في عنابة، كاين سينكلو، كاين جوانو، هادو جوية. الشواطئ نتاعنا كاع الله يبارك، أعطانا ربي كومبيان كيلومتر غير شت. الحمد لله. والشواطئ انا شفت بعد الشواطئ كاع بصح انا نقول لك الشغل تماركيت شويه في تيبازا، كنت صغير وكل في تيبازا كنت صغير وتعلمت شويه نعوم تما على هذيك شغل بالك، راهم شواطئ كان خير 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 ربي شواطئ، بصح انا ملي كنت صغير الور تسمى رحت للبلاصه هذه كنت مع الفولكلور دو بني زقانيتو ما خليت لا زيرال دا موريتي كاع الحمد لله الحمد لله. عنابة ان شاء الله. واش البحر تحبوا تروحوا ليه بزاف؟ شاطئ اللي تروحوا ليه هنا في الجزائر؟ زموري. عطلة صيفية ما سمعت بها ملي كنت اتيديون، باسكو دوكا كي تدخل مجال العمل ما كاش وقت فريمون مش تروح تدي عطلة وتروح تحوس، مام دوكا ان فواياج سورتو على ليطرونجي يستقام لك. دونك لازم تخدم عام كومبلي مش تروح ليطرونجي، و ميم طون انا جو بريفير هذاك ان موا دو كونجي نزيد نخدم فيه. هذه هي. صح، وشنو هو اكثر شاطئ تحب تروح ليه هكا مع اصحابك ولا وحدك؟ شاطئ انا نحكي انا اصلا نسكن عند الشاطئ، نسكن بلاج تاع زموري، دونك اغلبيه الناس اللي تسكن في الجي يجوا لفما، شاطئ معروف وهذاك هو الشاطئ المفضل ديالي. لا بلاج اللي تعجبني بزاف هي تاع نادي صنوبر، خاطر مش انا خدمت تما والبلاج نعرفها مليح، عندي 14 وانا تما نخدم، تما هذا هو لا بلاج اللي جو بريفير، هذه هي لا بلاج. بصح ما قولي على برا شويه كيما نقولوا مستغالم كيما نقولوا، كاين اللي كاين ماشي ما كاينش جي. انا دوك ما حنا انا زمان كنا نروحوا مي دوك ما نروحش. انا بابا الله يرحمه كان عنده كابانو في باتو كاسي فوردلو دي مون جوناج كنا لاخو بصح دوق. نحبوا نروحوا للوسمو للبحر. نروحوا لتيكزير ثم في تيزي وزو في تيكزير ولا في ازفون، تسمى بلاصه ترونكيل فاميليال تقدر تروحوا فاميليا وكان بروبليم. واشنو اكثر شاطئ تحبي؟ تيكزيرت بتي بارادي. والله غير مازال عندي ان شاء الله في اوت ان شاء الله. انا زموري ما نروحش بعيد راه غير لهنا برك، تسمى لي روح بعيد لازم له الصوردة
صح. وشنو هو اكثر شاطئ تحب تروح له بزاف؟ اكبر الشاطئ اللي نحبوه بزاف زموري.